في فقرة المية اللي بقى منها بس 34 يوم من المية الأولى واللي دا نتابع بيها تحركات وقرارات رئيس الوزراء للفترة اللي تعهد بها للشعب يغير العراق قدميا واقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا. اليوم بنشياع إيجابي رغم أزمة الدولار اللي أحرجت حكومته، هاي الدولة فتحت عين بالجملة، تعال أخذ المهم الأوائل والمتعاقدين والمحاضرين. دولتك سؤال بريء والله للأمانة، ضبطت كل الأمور لو أيضا يوقفون يم التخصيصات المالية بعد مدة والموضوع يطلع بالون إعلامي حتى نلفت بس ونغير الرأي العام، خاصة هسه أكو أزمة. عموما بالتوفيق لكل الموظفين الجدد اللي حصلوا على مقاعد وظيفية في الدولة العراقية، لكن أيضا أكو هناك تساؤل، ما أدري الموازنة التشغيلية هتكفي لو لها ايش قد ايش قد نخصص لها بالموازنه المقبله.